في قضية جديدة لاتهامه بإهانة القضاء وسب المستشار أحمد الزند وزير العدل. قرر قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة على خلفية البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل. يتهم جنينة بإجراء حوار مع جريدة التحرير تعمد الإساءة للقضاء وللقضاء ورجاله والتشكيك في قراراته والإساءة لشخص وزير العدل. حدد المستشار صفاء أباظة 31 يناير الحالي للتحقيق مع هشام جنينة. ده قضية أخرى غير قضية القضية المتهم فيها أو اللي بيحقق فيها في حواره مع وائل إبراشي. كان قاضي التحقيق قد أمر بإخلاء إبراهيم سبيل رئيس تحرير التحرير في البلاغ المقدم من وزير العدل. كان قاضي التحقيق قد استمع لأقوال هدى أبو بكر وصحفي آخر وأخلى سبيلهما والبلاغ اللي كان من وزير العدل ضد هشام جنينة لأنه بيشهر بيه في وسائل الإعلام وتوجيه اتهامات له بدون دليل أو سند، وكذلك اتهام جنينة لوزير العدل بتدخله في أحكام القضاء. جنينة كان ذكر في حوار للجريدة أنه مدرك تماما أن القضاء مخترق وليس من الآن ولكن منذ عهد عبد الناصر، وكان هناك تنظيم سري داخل القضاء والتاريخ موجود، ده كلام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وكان هؤلاء يكتبون تقارير في زملائهم، وعندما نرى ما يحدث في القضاء ندرك أن هذا التنظيم لم ينتهي ولكن تغيرت الوجوه. ده اللي موجود في البلاغ أو جانب من تحقيقات اللي بيجريها المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق. وهناك كثير من القضايا والبلاغات ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لكثير طبعا. والسؤال كمان أنه بسأله للبلد، بسأله الدولة، ويمكن ده الكلام اللي اتقال. فاكرين لما تقرير لجنة تقصي الحقائق صدر من أسبوع بالظبط ويتقال في الوقت ده أنه خلال الأيام القادمة هيبدأ هشام جنينة بيعتبر نفسه يعني أنه البطل القومي، فيبدأ يهيل التراب على أي حد في البلد. فبدأ الله أعلم، وده السؤال اللي أنا عايز أسأله، هو مين بيبعت تقارير لوسائل الإعلام؟ والتقارير تم حفظها من جانب النيابة العامة، وتقارير أحيلت للقضاء لكل واحد بعد ثبوت أنه ما تم كتابته في هذه التقارير اللي الناس بتكتبها دلوقتي وبتقولها تاني دلوقتي وبترددها دلوقتي تاني. والقاضي التحقيق من أسبوع أحال ثلاث رؤساء تحرير ومش عارف إيه، لأنهم كتبوا كلام فارغ وثبت أنه مش صحيح.